وينضم إلينا الآن عبر الهاتف النائب عادل العسومي نائب رئيس البرلمان العربي. مساء الخير سيد عادل. فقدنا بالأمس رمزا شامخا قدم الكثير لوطنه وشعبه وأمته، وترك إرثا غنيا زاخرا بالإنجازات والأعمال المشهود لها محليا وعربيا ودوليا حتى. هل تحدثنا أكثر بهذا الخصوص؟ مساء الخير أختي الكريمة. طبعا بقى لله، نسأل الله أن يطيب ثرى سمو الأمير الشيخ صباح كما طيب ذكره، وتقدم بخالص التعازي ومواساة للشعب الكويتي العزيز، الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع. وسيبقى سمو الشيخ صباح ذكراه شامخة في قلوبنا. طبعا سمو الشيخ صباح يعني من الزعماء الكبار على مستوى العالم، الذي نعتز فيه كأمة عربية. وجود هذا الرمز داخل الأمة العربية لما له من مواقف كبيرة، لما له من مواقف في حل ولم الشمل العربي، العمل العربي المشترك، لما له من مساعي خيرة لمواجهة المشاكل والصعوبات العربية. دائما نرى سمو الشيخ صباح طيب الله ثراه حاضرا من أوائل الزعماء الساعين للم القضايا العربية، للتصدي لكل التصدعات التي تواجه الأمة العربية، ولما له من مواقف إنسانية كبيرة على مستوى العالم. حظى باحترام جميع دول العالم، وضع الكويت في الخارطة العالمية في المكانة التي تستحقها دولة الكويت. حافظ على أن تكون دولة الكويت بلد المؤسسات والدستور. تحامل في آخر أيام على مرضه على كبر سنه، والقيام بجولات مكوكية، القيام بمساعي لهلم الشمل العربي. كانت هذه المساعي هي صمام أمان لكثير من المشاكل العربية. لما نحمل من لسمو الشيخ صباح من مواقف كثيرة سنعتز بها وستبقى ذكرى باقية في قلوبنا. نتمنى أن من الله سبحانه وتعالى أن يوفق سمو الشيخ نواف لاستكمال هذه المسيرة، فهو خريج مدرسة الحكماء. فالكويت إن شاء الله ستستمر في النماء والعطاء بقيادة سمو الشيخ نواف أمير دولة الكويت حفظه الله. نتمنى لدولة الكويت أن تستمر، إن شاء الله ستستمر في نشر السلام على مستوى العالم، وستستمر في القيام في دورها العربي، دورها الخليجي. نرجع ونذكر لسمو الشيخ صباح رحمة الله عليه لما قام به طوال 65 عاما من مساعي، سواء على مستوى الدبلوماسية أو على مستوى رئاسة للوزراء في دولة الكويت، على مستوى حكمة لدولة الكويت لمدة امتدت ل 14 عاما. كانت الحكمة هي الحاضرة في تسيير أمور الحكم في الكويت، تسيير تعامل الكويت مع مختلف القضايا العربية والعالمية. فهو فعلا فقيد العالم أجمع لما يحمله من صفات القائد الفريد، صفات ليست فقط على المستوى السياسي بل على المستوى السياسي والاقتصادي والإنساني والخيري. فهو فعلا كما ذكر سمو الشيخ نواف إنه الرمز الشامخ، فعلا الرمز الشامخ الذي سيخلد التاريخ لما له من مواقف كبيرة. مواقف الزعماء الكبار 65 عاما هذه ستبقى هي التي نتشرف ونعتز فيها كأمة عربية. ونتمنى إن شاء الله الخير لدولة الكويت تستمر في أنها دائما في صدارة الدول التي تحافظ على السلام وتسعى للسلام، تسعى للخير. نعم. وإحنا كمملكة البحرين كذلك نعتز بمواقف الكويت، مواقف الله يرحمه سمو الشيخ صباح التي كانت دائما تقف مع البحرين قلبا وغالبا. فجلالة الملك دائما يحمل للكويت كل الحب والخير، فهو طبعا هذا المصاب الآن مصابنا كلنا، وإن شاء الله الله يرحمه ويقمد روح الجنة إن شاء الله بإذن الله. أنا أبعاد العسومي النائب الأول رئيس البرلمان العربي، شكرا جزيلا لك.